جوهرة اف ام. دايركت لايف على متن الباخره تنيت للشركه التونسيه للملاحه 6 ايام. اليوم هننطلقوا مع بعض في رحله لمدينه برشلونه في مقاطعه كاتالونيا الاسبانيه. الكوازير اللي تعملها ال 6 ايام هو جوهره اف ام. شكون عندنا مجموعه من المواعيد على جوهره اف ام. استنونا على الانترنت نتاعنا على www.jawrafm.net وسنونا زي كيف باش تسمع معنا مجموعه كبيره من الفنانين الكويس اللي رافقونا في زوز. الكروازير اللي بتهزنا كما تعرفوا ان شاء الله غدوه الصباح العشرة باش نكونوا في برشلونة عاصمه كاتالونيا في اسبانيا. رحله باش تدوم نهارين نرجعوا ان شاء الله نهار 12. ان شاء الله تكون رحله موفقه وان شاء الله تكون عجبتكم الكروازير على 6 ايام. عجبتكم ولا سهرية الليلة تكون برعاية راديو جوهرة اف ام من تونس. سهرية باش تضم مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية من نجوم الفن من نجوم الطرب. سهرة باش تكون مقولة مباشرة على راديو جوهرة اف ام. راديو جوهرة اف ام اللي إن شاء الله موجودة معاكم في كل مناطق الجمهورية واللي تنجموا تسمعوها وين ما كنتم موجودين من بنزرت لبني كردان. تنجموا تتابعونا كيف على www.jawrafm.net وتابعونا على ليزابليكاسيون موبيل نتاعنا. الليلة اخترنا كونو سهرية باش تكون تونسية شرقية شعبية متنوعة. بديناها بزوز عازفين، بديناها بالعازف الساكسفون الفنان مكرم قلابي واللي رافقه سفيان لخشين رئيس مجموعة دندنة. تحية كبيرة ليهم. سهرية الليلة باش يأكلوها ثلاثة فنانين، ثلاثة نجوم من نجوم الأغنية في تونس. باش تكون البداية مع فنان حبيناه من خلال أغاني متنوعة، أغاني قدم فيها الكثير والكثير من الأعمال. بداها بأغاني شيخ العفيف كان تتذكروا، ومع مجموعة من الأغاني الخاصة به، وقدم زاد ألوان موسيقية متنوعة منها النمط الديني والصوفي. فنان حبيناه، فنان ما يخيبش على عروساتنا على فرحاتنا على مهرجاناتنا. تصفيق كبير منكم، نستقبلوا الفنان والنجم التونسي حسين العفريت. وعندك بحرية وعندك بحرية سمر شرقية سمر تونسية سمر فارسية سمر سحرية سمر بنزرتية سمر يا بصبر وشربيه.
فرحة إنه وأنا معاكم الليلة، لأنه سعدت كي شفت جمع كبير ياسر من التوانسة فرحانين إنهم يسافروا على بدن على متن باخرة تونسية، وتحية كبيرة زادة للباخرة هذية اللي تنقلنا وللناس الكل، نعم الطاقم الكبير السيدان، وتحية زادة للناس اللي مازلت عندهم رغم كل شيء، رغم استخاص وضغط الحياة واللي صار على تونس، مازالوا مصممين وعندهم القدرة على الفرح، وهذا مهم برشا خاطر التونسي عايش والتونسي يحب الفرح، وهذيك علاش باش نقعدوا فرحانين ديما إن شاء الله. جو حلو ياسر خاطر جو عائلي بكل الاحوال، نحن كل زملائي كلنا نعرفوا بعضنا. برشلونة من احلى الوجهات السياحيه في المتوسط، في البحر الابيض المتوسط. ولو انه وين نقول لك حاجه، وين ندور في برشلونة وين نعرفها مجيتها برشا مرات، لكن نقول يا ربي تونس منا ناقصنا حتى شيء، معناتها علاش مش هذايا الكل ونحن بلاد الخير يولي زاد عنا كيف وعلى قليل. والله اول مره اني سنحت لي الفرصه باش نجي وكل شيء، فريمون انبهرت حاجه شيء يعمل كيف، كل شيء اون بونيتا، كل شيء مريقل، شيء يعمل كيف، شيء يعمل كيف، كفرقة، كبيوت، كأمبيونس، ككل شيء، كل شيء فريمون امبيكابل. الجو باهي، عاملين مجهود في الماكلة، في الانيماسيون، معناها البيرسونيل سون جونتي، سيرفيابل، توجور سوريان. سي جي اروفير جو روفيان في تانيت. والله الكروزير سيتي انا بور موا سي ما بروميير، اول مره معناتها نجي و سيتي تري بيان باسي، تبارك الله معناتها دو 4 جور تعدي فيس ا فيس تاعك الحلم معناتها، اون بليس تبارك الله على جو حفلتين في الالي وفي الغوتور، جو ثله من الفنانين تبارك الله، عملنا امبيونس دو سواري حلوين، سواري في الالي سواري في الغوتور، سيتي تري بيان باسي تري اورغانيزي، اي سا دان انفي للتوانسه باش يزيدوا يتلموا ويشجعوا ان شاء الله لو توريزم نتاعنا، معناتها باش حتى احنا التوانسه ايزون بزوان دو باش يتفرهدوا باش يسافروا باش يشوفوا الدنيا باش يعملوا الجو هذا واللمه هذه الحلوه كلها، كان جينا في النورمال ما نتلموش، اما في هاو جو راهو الكروزيغ هذه لمتنا دو باغتو، سيتي تخي بيان، برافو ان شاء الله تعاود مره سبحان المعبود فرنا منسود كالعمق ضحكتها ألوان وورود والشعر الحكري المكنون يسافر في كل الدنيا قد تبدو امرأة يا ولدي يهواها العلم.
بصراحة تفرحتنا برشا، برشلونة مدينة جميلة برشا، التوانسة الكل نتصور كانت أمبيونس حلوة برشا ما بيناتهم، حتى احنا الفنانين المجموعة اللي اختيرت باش تكون موجودة كانت الأمبيونس حلوة برشا، وهنا في ثاني حفلة تو باش إن شاء الله ربي يوفقنا ونفرحوا العباد اللي جات ونخليهم يتفرهدوا إن شاء الله. جوهر افام اللي لبت استدعتنا للحفله هذيا، حفله كانت متميزه، المشي الكل كان سمباتيك على الاخر، الجروب جروب جوهر، نبداو بجروب جوهر ومن بعد نتعداو لاصحابي الفنانين وزملائي، ليكيب الكل اللي خدمت لهنا في الباتو، بدلنا جو غنينا وفوالا نحن مروحين اليوم، ويظهر لي الناس شيخت معناها اللي جاوا في الرحله هذه لبرشلونه، الكلنا تفرهدنا وعملنا جو وان شاء الله ديما تتعاود الحاجات. وين البحر كوات؟ تصفيق على الرئيس تاعنا، تصفيق على الرئيس. وعندك بحريه سامي عمار، رئيس مصلحة الحجز بالشركة التونسية للملاحة، تابع القسم التجاري، الإدارة التجارية بالشركة التونسية للملاحة. الرحلة البحرية هذه، هي الرحلة الثانية نعملوها بالنسبة للعام 2017، عملنا رحلة الأولانية وكنا إن شاء الله عملنا فيها حاجة باهية في ليلة رأس السنة الميلادية. الرحلة هذه الثانية بعطلة بمناسبة عطلة الربيع. اخترنا الوجهة إسبانيا اللي هي وجهة سياحية بامتياز، معروفة برشا بالنسبة للبواخر السياحية، مطلوبة بالنسبة مطلوبة طلبوها الكروزاريست اللي مشاو في الرحلة الأولانية، معناتها تقريبا نسبة 30% من اللي مشاو من الرحلة الأولانية عجبتهم برشا، دونك حاولوا باش يوجهونا لإسبانيا وعادوا جاوا معنا، وان شاء الله زاد المره هذه توفقنا فيها بنسبه نجاح نقولوا نحن بنسبه 90%. المنتوج هذا كان قبل موجود في الشركه التونسيه للملاحه، غبنا عليه شويه، حاولنا تو نرجعوه. التونسي ماك تعرف يحب يبدل شويه النمط بتاع السفر نتاعو، يسمع ياسر باللي كروازير يحب يعيشهم، نحن نحاول نعيشوهم بالطريقه التونسيه مش بالطريقه المتواجده بالسفن الاختصاص نتاعهم الكروزياريست.
سواء بالانيماسيون سواء بالمأكولات التونسية بالجو التونسي اللي موجود على الباخرة متاعنا. جوهرة فام عاونتنا برشا في الانيماسيون يعطيهم الصحة. ديستار من طراز عالي أو عالي جدا، من أحسن ما عندنا في الفنانين التوانسة، تعدى جو باهي حسب الآراء المسافرين اللي معنا توا على الباخرة. عملنا عليهم طلع، عملنا امبارح اونكيت ساتيسفاكسيون، تبارك الله كلهم يشكروا في كل شيء، ان شاء الله نكونوا موافقين فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل الخريسي، مدير استغلال نقل المسافرين بشركه تونسية الملاحه. فيما يخص الرحله هذه، وقعت برمجتها قبل بثلاثة اشهر برسك من نجاح الكروازير نتاع راس السنه الميلاديه. قررنا انه خاطر عملت صدى باهي والناس الكل استحسنوا الكاليتي سيرفيس ابور، قلنا علاش لا، البرودوي هذايا قاعدين تو نرجعوا فيها بشويه بشويه، رغم انه باش نقولوا ما فيش فيه مارج ربح كبير برشا، احنا الغايه هو تسويق اكثر منه ربح، فهمتني؟ واستغلينا هالفرصه هذه، فهمتني؟ العطله المدرسيه، وكانت الشركة حقيقة أخذت قرارات جريئة. قلنا الصغيرات أقل من 6 سنين أعطيناهم جراتويتي. عادل عدواني، نائب مدير بإدارة الاستغلال نقل المسافرين. هنا باش نحاولوا نحكيوا على الاجواء اللي صارت في الرحله البحريه كما قدموها زملائي سي سامي وسي عادل، اللي كانت الوجهه نتاعها برشلونه. نعطيكم فكره على الاعداد نتاع الكروازيريست اللي تواجدوا معنا، 900 كروازيريست سافروا معنا في الرحله البحريه، وفي ظرف على ضوء هذايا ستيين وفرت لهم، عملنا تعزيز للطاقم باش تكون الظروف نتاع اللي برج نتاع الغيستوراسيون نتاع التايمينغ اللي يكون باش نحترموا التوقيت اللي حطيناه في التايمينغ، الوقت الفطور وقت العشاء الانيماسيون. الحقيقه جوهرة اف ام كانت متالقه معنا في التايمينغ في الاوقات الكل، معناتها كانت متواجده الوقت اللي حطيناه في التايمينغ كله كان موجود. عملنا لهم معناتها في ناحيه التنشيط كان التنشيط متكامل للصغيرات، كما تعرفوا هزينا برشا صغار، هزينا صغار برشا اقل من 6، العائلات هنا تتمتعت برشا اللي هزت صغار، خاطر عملنا تعريف اللي اقل من 6 سنين ايتي غاتوي مع مع معناتها مع مع والديهم. عملنا لهم تنشيط خاص بهم، في كل يوم فما تنشيط كولورياج للصغار، معناتها العائله تنجم ما تحبش برشا حس تمشي بلاصه اخرى تلقى تنشيط. في التنشيط كان في مستوى ثلاثه اماكن، لي دي جي موجودين، الديسكوتيك محلول حتى الاربع نتاع الصباح العباد. دونك هنا من ناحيه التنشيط التايمين كان الحقيقه جوهرة فين كانت متالقه معنا. في الوصول من ناحيه السلطات المينائيه خلطنا في الوقت المكتوب في موجود في البرمجه. السلطات المينائيه في برشلونه عاونتنا برشا برشا، وكان خروج معناتها في ظرف ساعه 900 مسافر خرجوا معناتها بظروف طيبه. هذا كل تضافر الجهود نتاع الطاقم الباخره الحقيقه، ومع جماعه الاداره اللي وفرت لهم دي باتش اللي هما لي باتش كانوا عباره على ايدونتيتي نتاعهم، معناتها عباره على الباسبور. المصداقيه نتاعنا نحن كشركه تونسيه للملاحه، المصداقيه نتاعنا فيزافي لي زوتوريتي بورتوير ايتي ميم با لو باسبور، ايتي لو باتش. الباتش هو هذاك الايدونتيتي نتاعك. دونك كانت عمليه سهله في الهبوط في برشلونه، 900 مسافر بعد ساعه بساعه ماكسيموم ساعه وربع الناس كل كانت على برا، معناتها الناس كل خلطنا في الوقت، وكان ديبار الحقيقه معناتها استنينا الناس كل، ما خلينا حتى حد، استنينا الناس كل باش خرجنا في وقتنا، معناتها حاولنا باش نكونوا في الوقت. في ناحيه في ناحيه الماكله معناتها في الريستوراسيون كانت الناس كل عملنا اونكي دو ساتيسفاكسيون، العباد معناتها شكرتنا ولو تطلب فينا باش تزيد، معناتها وقتاش تبرمجوا لنا رحله قادمه ان شاء الله في الافاق بعد كما قال سي سامي، ان شاء الله في شهر اكتوبر ان شاء الله في العطله، مبرمجين ان شاء الله رحلتين في شهر في 2017 هذايا. وكما قلنا لكم الاكتيفيتي هذه نحبوا نوريو ليماج دو لا مارك دو لا سي تي ان، هذه راهي ماهيش الاكتيفيتي نتاعنا احنا، الاكتيفيتي نتاعنا برينسيبال هي مواطنينا بالخارج،
أما هذه احنا نحبوا نسوقوا سيتين باش تحبوا احنا ميم حتى اللي باتش عملناهم باللي لوجو سيتين باش العباد كي تهبط في برشلونه تعرف سيتين شكون معناتها هذه حاجه مميزه وان بلوس حتى لهنا دي جورناليست جاوا من برشلون جاوا زاروا الباخره وهبطوا حتى على لي سيت نتاعهم حتى داروا في الباخره معناتها كانت معناتها استقبلناهم عملنا لهم استقبال في البارح كان على متن الباخره وباش ورينا صوره تونس اللي هي تونس متواجده في برشلونه التونسي ماهوش ارهابي راهو تونسي يحب يتفرهد وعنده معناتها عنده تفكير اخر جوهر FM.